الهاتف المختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال سيدة إيهاب تيكور. صباحك سعيد سيدة إيهاب تيكور. إذا الحديث اليوم عن هذه البرامج القادرة على طبعا اختراق مؤسسات وحتى أجهزة الدولة في مختلف الدول. الحديث عن هذا الهجوم WannaCry، لكن هو مجرد مثال يوضح، هل يوضح مدى هشاشة الأنظمة المستخدمة أو قوة هؤلاء الهاكرز؟ لا كما قالوا الخبراء، يعني هاد لافاي هادي راهي موجوده دبي دي زاني، ولكن حنا برك باش ننتبهوا ونكونوا واعيين باللي لا تروازيام غير مونديال نسرا با دون، ما تكونش حرب عالم، الحرب العالميه ما حاش تكون في الميدان، يعني في المعارك، ولا راح تكون نيميريك الكترونيك. وهذا الفيروس هذايا سي اون ارمادا بارمي الاسلحه اللي كان عند الان اس ا، وقدروا لي هاكر انه يتحصلوا عليه، وراه بيستفادوا منه، راه مي سون طران دو مونيتيزي هذا لو فيروس. هو اسبابها لطلب طبعا الاستفاده من اموال، لكن في بعض الاحيان كما اشرت انه هناك جهات اخرى وراء هؤلاء الهاكرز احيانا. لا هو شوفي احنا واش هدايا راهو السلاح ما بين الاسلحه اللي مازال ما نعرفوهاش، يعني اللي راهي عند الجهات هذه الان اس اللي راهي ما تقدرش تكون سي با اون سيربريز، يعني شي ديجور لوندمان اللي يخرج ان فيروس كوم سا. وهاد لا فاي هادي سي اون فاي كي اكزيست دوبي با مال دو طون سير لي سيستيم ويندوز، والناس كامل كانت تعرفها، المختصين كانوا يعرفوا هاد لا فاي. وهاد لي هاكرز حبوا يستغلوا هاد لا فاي انه يمات اش اس لي زورديناتور، ويطالبوا من الناس المستخدمين هاد هاد لي سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز انه يخلص اموال، والا يستحوذوا على المعلومات اللي راه كاينه في الجهاز تاعو. وهل سيؤثر سلبا ذلك على سمعه الويندوز، ولا انه هو البارز كمحرك كمحرك مستخدم؟ انا نظن باللي سوني كون ماشيناسيون، سي اون ماشيناسيون اللي انها حتى باش تعاود تنعش المبيعات اللي ويندوز، ونظن باللي سي فاصون دو بوسي لي جون ا ميتر اجور لو سيستيم و داشتي لي ليسونس لي ليسونس، يعني ستستفيد منها على عكس المعتقد. سي توت افي سي توت افي نورمال سي توت افي نورمال سي فاصون دو بوسي لي جون ا اشتي دوتر ليسونس. و سكون كونساي يعني انه الناس لا المي اجور لي سيستيم تاعها، وتيفيتي لي دو كليكي سور دي ليان ولا سور دي ميساج لي تشيك فيهم، والمي اجور لي سيستيم لي زونتي فيروس. اتضحت الصوره المختصه في تكنولوجيات هاب تيكور، جزيل الشكر لك على هذه المداخله.